سيداتي وسادتي، مرحبا بكم معنا في هذه الأجواء الكبيرة. يا إلهي على هذا الحضور الجماهيري الكبير، يا إلهي على هذه الأجواء، على هذه المباراة. كل شيء يدعونا لمشاهدة ممتعة بطبيعة الحال، نهائي يجعل الكل يترقب في وجود هذا الكم من النجوم وحافز تحقيق اللقب. لا يوجد ما هو أكبر من هذا الحافز. بالتأكيد كل لاعب مطالب اليوم بأن يكون بتركيز عالي، كلا المدربين، كل اللاعبين والمشجعين يترقبون ينتظرون. نتواجد اليوم في ملعب رائع كما تشاهدون الصور، كل شيء مثالي جدا في هذه المدرجات. الآن سيتم عزف النشيد الوطني لإنجلترا. والآن مع النشيد الوطني للفريق الآخر. بن ناصر لاعب مميز جدا في وسط الملعب، يمكن اعتماد عليه في مركز الارتكاز. قدراته الدفاعية هي الأساس بكل تأكيد، لكنه مهم جدا في الاحتفاظ بالكرة وقادر دائما على بناء الهجمة بشكل جيد. دقائق بسيطة هي كل ما يفصل بين هذين الفريقين وبين تسجيل اسم أحدهما في التاريخ بأحرف من ذهب. هذا هو حوار الأبطال، حوار الكبار. من سينتصر في هذه الليلة الكبيرة؟ من سيحقق هذه البطولة؟ ومن سيكون عنده خيبة أمل في يوم كبير مهم بالتأكيد في تاريخ الناديين؟ من سبعيني من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ ماغواير، رايس، كايل ووكر، كايل ووكر، أرنولد، فودين، بيلينغهام. يحاول تمريرها من بين المدافعين. مهارة كبيرة في الاستلام. بيلينغهام، فرصة مهمة للعب الكرة العرضية. فاتت هاري كين. ويوقف الحكم إذن البطاقة الصفراء. ملعوبة قصيرة من هاري كين. يلعبون ركنية قصيرة. يستعيدها من سبعيني. بيلينغهام يغير اتجاه اللاعب على الجناح.
التسديدة الكرة الخطيرة، الكرة القريبة لكنها لم تسجل، وللأسف في كرة القدم لا مجال لاحتساب الكرات السانحة للتسجيل. غرينيتش وتخرج الكرة إلى رمية جانبية، بيلينغهام كان في موقع جيد حقا. مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. ماندي يعيدها إلى الحارس، بن سبعيني، رايس يحصل عليها، بن سبعيني، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. بن سبعيني، أرنولد، ماغواير، كرة طولية من الحارس، فودين، كرة طولية إلى الأمام، كرة إلى الأمام، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه، يمر ويلعب كرة بينية. راشفورد، أرنولد، يلعب كرة بينية، بوتا يسدد مرة أخرى. الجزائر له الأسبقية في التسجيل، يتواصل اللاعب برمية تماس، رايس، لكل من انضم إلينا الآن هدف وحيد. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، يلعب كرة على اليسار، يتعثر ويفقد توازنه، كرة طولية في المساحة الخالية، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، بيلينغهام، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. بيلينغهام، كرة تعود إلى منتصف الملعب، اللاعب يحفودن بعيدة تماما عن المرمى، كان أمام المرمى مباشرة، بصراحة كان عليه هو أن يسجل.
بن سبعيني يحاول لعب الكرة إلى الأمام. يتواصل اللاعب برمية التماس. راشفورد بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. تمريرة بينية. يبقى الكرة. كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. يلعب رمية التماس. أفقد الخصم التركيز، التوازن. راشفورد. لمسة داخل منطقة الجزاء. وصلنا الآن إلى منتصف المباراة. تابعنا 45 دقيقة إذن من النهائي حتى الآن. ها هي البداية إذن. الجزائر يغير كل شيء في هذه المجموعة بهذا الهدف. بنجاح يحاول أن يلعب كرة بينية. لمسة بينية. ينجح في بنجاح. إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. راشفورد. فرصة هجوم معاكس. بوداوي. بوداوي. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. ماندي وترجع الكرة إلى الحارس. كرة عالية. تدخل جميل واعتراض أجمل. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. كرة طويلة للأمام. كرة من جهة اليمين. هجمة مرتدة الآن. وتعود الكرة إلى حارس المرمى. عطال. بيلينغهام يتسبب في خطأ. يبعد الكرة عن المرمى. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. تلعب الكرة إلى الأمام. فرصة واحدة لا يحتاجون غيرها، هل يمكنهم الاستفادة منها؟ يبحث عن المهاجم. فودن. يلعب كرة بين جريليتش. يلعب كرة. بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. يبحث عن زميله. جون ستونز يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية.
الكرة ملعوبة من مسافة، لمسة رائعة من ساكا، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. يلعبها لمنطقة الخطر، يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، يمر ويلعب كرة بينية، ونجاح مانغواير يحاول أن يلعب كرة بينية، لمسة رائعة لساكا، يا له من تصدي من حارس المرمى، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. تحرك سريع إلى الأمام، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، كرة إلى الأمام، أي دفاع هذا، أي قوة، أي صلابة، أي جدار هذا، يفضل إعادة الكرة إلى الخلف، يحاول أن يلعب كرة بينية، رياض محرز، بداية كانت جميلة لكن النهاية كانت صعبة جدا وحزينة. ساكا ضغط قوي وينجح في استعادتها، رياض محرز الآن فرصتهم للمرتدة، بيلينغهام يتسبب في احتساب المخالفة، يتقدم بقوة بدنية كبيرة، تحكم رائع في الكرة، يلعب كرة بينية عرضية داخل ال 18، هاري كين يبحث عن المهاجم، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، عليهم نقل كرة سريعة في اللحظات الأخيرة من هذه المباراة، كرة جميلة، منجح، أوه القائم مرة أخرى، يحرم اللاعب من التسجيل. الخطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها، لمسة بينية لا يمكن إهدارها، وانتهى هدف يا تينا، بعمل رائع السيطرة على الكرة بهذه الطريقة، هل سيكون هذا هو هدف الحسم؟ جون ستونز لمسة على اليسار، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ الآن إمكانية المرتدة لوحدة بمجهود فردي، تحرك، يحاول تنجح، تلعب الكرة جميلة، كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها.
اللقاء بالتأكيد. وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء، وها هي اللحظة المنتظرة، التتويج، الأبطال في يوم كبير، الحصول على مجد جديد والفوز بهذه الكأس الغالية. بطولة الكأس اليوم هذه بطولته بعد أن قدموا كرته.